القوانين، ولعل أهمها الحقيقة هذه القوانين هو القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. راكيف نحكيه على تنظيم العمل المنزلي، نحكيه على العمل المنزلي بالنسبة للنساء وللرجال زاد كيف كل تفاصيل في علاقة بهذا القانون. يحضر معنا سي فتحي الغرسالي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، باش يكون ضيفنا في الحياة. أوتاوا مع ضيف الحياة. سي فتحي في ميكرو زميلنا زبير العياري. سي زبير اهلا وسهلا ومرحبا من جديد. مرحبا بك حسام ومرحبا بكل السادة المستمعين او في الحياة افهم. بالفعل حسام هو يوم 21 فبراير تم عقد اتفاقية بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين والتجديد. الاتفاقية هذه تقنن خاصة وتضبط عمل المعينات المنزلية على جميع المستويات القانوني وكذلك على مستوى العمل سواء على مستوى السنياسات وكذلك وقت العمل. حتى ناخذ فكرة عن هذه الاتفاقية عن عمل المعينات المنزلية. أيوة. ينضم إلينا سيد فتحي الغرسلي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. مرحبا بك سيد فتحي عبر موجات إذاعة الحياة فهم. شكرا بارك الله فيك، شكرا لحياة فهم على إتاحة الفرصة. مرحبا سيد فتحي. بارك الله فيك. يا عايش كسيد. دونك سي فتحي نحكيه على الاتفاقيات ونحكيه على القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. دونك خلينا ناخذ فكرة من خلالك أنت بالنسبة للمعينات المنزلية. طبعا وهذا العمل هو لمحالة لا يقتصر على النساء فقط، إنما نساء ورجال معناها يخدموا في هذا العمل. خلينا من خلالك أنت ناخذ فكرة على هذه الاتفاقية وهذا القانون اللي صدر مؤخرا. شكرا جزيلا. في اطار تنفيذ مقتضيات القانون عدد 37 لسنه 2021. ايوه. المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. ايوه. تم تحت اشراف السيد رئيس الحكومه يوم 21 فبراير 2023 مقر رئاسه الحكومه. امضاء اتفاقيه شراكه بين ثلاثه وزارات اللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره التشغيل، ووزاره المراه والاسره وكبار السن. نعم. وزارة المرأة والأسرة وكبار السن قلت. والله كبار السن. أيوة. بين ثلاثة وزارات تضم اتفاقية شراكة لتنفيذ مقتضيات القانون هذا اللي جاء باش ينظم العملية هذه وباش يحطها في إطارها. الاتفاقية هذه فيها جملة من التزامات، من أهمها تمكين العاملات المنزليات اقتصاديا وإدراجهم صلب الاقتصاد التشاركي والتضامني، برمجة دورات تكوينية في مجال الصحة والسلامة المهنية، حمايتهن من التعرض للحوادث أثناء القيام بعملهن، فضلا عن إحداث قاعات بيانات خاصة بالعاملات المنزليات والحد ووضع آلية لرصد الشكاوي. خاطر ماك تعرف أنت الوضعية تظوم كانت هي في إطار تشغيل هش ماهوش مقنن، ماهوش ما عنده حتى ضمانات قانونية وإلا رقابية، حتى إمكانية الرقابة معناها صعيبة برشا فيها. جاء القانون هذا باش ينظم العملية هذه. ممتاز. كيف سيد وزير الشؤون الاجتماعية أكد على أنه مصالح الوزارة قاعدة تعمل بشكل حثيث على مقاومة كل أشكال التشغيل الهش والاستقلال الاقتصادي على غار تشغيل الأطفال والقاصرات وعمل في المنازل وغيرهم. القانون هذا هو في الحقيقة قانون جاء في وقته، قانون ثوري باش يدعم التوجه العام للدولة وهو القضاء على كل مظاهر التشغيل الهش وضامن للحقوق. زاد كيف وضامن للحقوق بالطبيعة، وضامن للحقوق لأنه العمل المنزلي هذا ما يقتصرش، احنا في عادات نقولوا ان النساء برك يخدموا في العمل المنزلي، لكن هذا اصبح يمس حتى الاطفال والقاصرات، معناها بنات صغار وولاد صغار ورجال، معناها وتوصل فيه حتى معناها المس من كرامه ونحكيه زاد سي فتحي ونحكيه على ظاهره الحقيقه موجوده على مستوى ولايه القيروان، ظاهره الاطفال اللي قاعدين موجودين في الشوارع اللي يبيعوا في البابي مشوار واللي يطلبوا زاد كيف مع عائلاتهم، زاد كيف نحاول انه نتصور من خلال هذا القانون أن نحدوا على الأقل من هذه الظاهرة اللي قاعدة تتفاقم نوعا ما على مستوى ولاية القيروان. أكيد أنا بزيد أن أكد لك أنه إحنا ما بقيناش مكتوفين أيدي على مستوى القيروان، عندنا لجنة جهوية لمتابعة للحد من ظاهرة التسول وممارسة الأشغال معناها
التسول والمهن الهامشية اللي يفهم الوليدات اللي يخدموا كيف كيف باش على قريب باش نعملوا جلسة أو باش نشوفوا ظاهرة تشغيل الأطفال في مواضع عمل معناها تكون فيها خطورة على سلامتهم الجسدية. ممتاز ممتاز. واضح سي فتحي. سينوم سؤال أخير هو في علاقة بالصغيرات، احنا من القانون الخاص بالنساء اللي يخدموا في العمل المنزلي، نحكيه على النساء والرجال، نمشيه للصغيرات اليوم قانونا، هل أنه يسمح للمشغل كونه يخدم صغيرات أقل من 18 عام؟ لا، القانون واضح المسألة هذه، هذا هو القانون واضح، تشغيل الأطفال منع يضبط القانون وخاضع لمجلة الشغل وخاضع لرقابة التفقدية الشغل وتفقدية طب الشغل. واضح. يعني اليوم فما حملات باش تصير في علاقه بهذا أكيد الموضوع؟ اكيد 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 فما حملات باش يتم التنسيق في بين جميع الاطراف المتداخله، تفقدية الشغل، طب الشغل، مركز الدفاع والادماج الاجتماعي، وكل الاطراف المسانده اللي تنجم تقدم لنا يد العون في الموضوع هذا. واضح. سؤال اخير فقط سي فتحي، نعرفوا اللي طولنا عليك، كنت موجود حاليا في الاحتفال باليوم العالمي للحمايه المدنيه، اليوم الوليدات الصغار اللي موجودين عندنا لهنا في القروان نحكيوا بصفه خاصه على مستوى ولايه القيروان باعتبار وانه شان القيرواني يهمنا الناس الكل، اليوم الصغيرات اللي في وضع نتاع تسول نوعا ما، وفما التسول العائلي مالوروزمون اللي وصلنا له، العائله الكل يهبط هو وصغاره تلقاهم موجودين في الشوارع، والا كيف كيف زاد الصغيرات اللي يبيعوا في البابي مشوار واللي يبيعوا في الحلوى واللي يبيعوا في اللي هو واللي موجودين في الشوارع، في حين هما نورمالمون الوقت هذاك يكونوا موجودين في المدارس وفي المؤسسات التربويه ويقراوا ويتعلموا حاجه، اليوم فما دي سنتر، فما توجه انكم باش تعملوا مراكز احاطه للعائلات وزاد كيف كيف للوليدات هذوما، إعادة إدماج خلينا نقوله للصغيرات هذوما صلبة المجتمع التونسي عموما. احنا هذوما داخلين في اطار التعهد اليومي نتاعنا، بس كان في اطار مقاومه الظاهره هذه نتاع التسول والمهن وممارسه المهن الهامشيه، عملنا عديد التدخلات خاصه ايام الاثنين وايام الاسبوع وين تشهد الظاهره هذه معناها ذروتها، ولقينا انه ثم العمليه هذه التسول اصبحت ظاهره معقده واصبحت ظاهره معناها منظمه. كيف هذا يتكون من دوب حماية الطفوله، ممثل عن وزاره المراه، ممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، وممثل عن الشرطه العدليه، يخرجوا مع بعضهم، ولقينا برشا وضعيات وقمنا باشعار ما السيد مندوب حمايه الطفوله. أيوة. هو سيدي جا معنا. اي بيان سور، في شراكه انتم مع بعضكم نورمالمون في هذا الموضوع. في اطار شراكه اكيد. أيوة. ودخلنا العديد الوضعيات وفهم حتى معناها الناس اللي لقيناهم منقطعين على الدراسه وسعينا وعملنا مجهوداتنا لان رجعوهم لمقاعد الدراسه. ممتاز ممتاز ممتاز، وماذا بينا لو كانت تتعمم اكثر الحقيقه الحملات هذه، لانه الشيء قاعد يتفاقم نوعا ما على مستوى ولايه القيروان. سي فتحي نتمنى لكم ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا لك سي فتحي على كل هذه المعطيات، يعطيك الصحه. شكرا لك، وان شاء الله في مناسبات اخرى نزيدوا نطرحوا مثل هذه المواضيع باكثر عمق، تكون حاضر بحثنا لهنا. سي فتحي الغرسلي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه نحكيوا في علاقه بالقانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي اللي كان نزل مؤخرا بالرائد الرسمي، وزاد كيف كيف بالنسبه لاليات التشغيل الهش او التشغيل الغير قانوني خلينا نقولوا بالنسبه خاصه للصغيرات، وظاهره التسول اللي قاعدين نشوفوا فيها مالوروزمون موجوده على مستوى ولايه القيروان. وهذا هو اليوم الاداره لازمها تتحرك نوعا ما وتكثف من مثل هذه الحملات لاعاده ادماج الصغيرات هذوما، لانه في حين انهم اندادهم يكونوا موجودين صلب المؤسسات التربويه قاعدين يقراوا على رواحهم، هما نقاو موجودين في الشارع مالوروزمون، يا اما يطلبوا يا اما يبيعوا يا اما يدوروا في الشوارع، دونك لازم تكون فما استراتيجيه واضحه للقضاء على هذه الظاهره. سي فتحي الغرسلي كان ضيفنا في الحياه. ضيف الحياه. تحية ليك زادا كيف كيف سي زبير العياري. سينو شكرا لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم راديو الحياة فهم، شكرا لحسن المتابعة طيلة ثلاثة سويعات اللي قضيناها مع بعض. نحب نوجه تحية كبيرة برشا أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، ونوف الشرطاني زادا كيف كيف اللي أمنوا لكم أحلى الأغاني، محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال، أنس الهميمي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، عبد الله الحطاب من قسم الرياضة، وسيم حمدي من قسم الأخبار. سينو نقول لكم خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. بعد شوي إن شاء الله